مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة مع برنامجكم 50 دقيقة. أهلا بكم، مساء الخير يا منى. مساء الخير عليك يا إسلام، ومساء الخير على كل المشاهدين وكل المتابعين لبرنامج 50 دقيقة. احنا معانا ايه النهاردة حضرتك؟ موضوعنا النهاردة موضوع متميز جدا، وإن شاء الله حلقة تكون رائعة وتعجب كل المتابعين لينا. النهاردة موضوعنا، أو بلاش نبدأ الموضوع يا إسلام، وخلينا في الأول نقدم التهنئة ونقدم يعني برنامج 50 دقيقة بيقدم كل الدعم وكل التهنئة لمرشحي انتخابات 2020 الدورة الثانية. حضرتك، هو الإعادة دلوقتي بالنسبة لحاجة ملحوظة جدا في دايرة كفر الزيات وفي بعض الدوائر، إن الشباب ما شاء الله أول مرة يترشحهم لانتخابات مجلس النواب، مع ذلك حصلوا على أصوات كتيرة، وكان بينافسهم أعضاء مجلس نواب لهم أرضية كبيرة وشعبية كبيرة في هذه الدوائر، ولكن الشباب قدر ان هو يخش ويتشجع، ومنهم نموذج يحتذى به الأستاذ الصحفي محمد فايد في دايرة كفر الزيات وبسيون، نجح ان هو يعيد مع نواب لهم باع طويل، وفي نواب خرجوا من المنافسة قدامى، وبالتالي احنا شايفين الاتجاه دلوقتي للشباب، ان الناس بتبدأ تدي الشباب على اساس ان هم اكثر طاقة وان هم بيقدروا يشتغلوا. وانا شايف يا منى ان دي دعوة كويسة ان الشباب كله يتشجع في جميع الدوائر، ويحذو حذو الشباب اللي هو دخل الانتخابات ونجح ان هو فعلا يقتنص فرصة كبيرة لدخول البرلمان على مقاعد بينافس عليها ناس بتنافس بقالها فترة كبيرة وهم اعضاء في البرلمان بالفعل، ومنهم محمد فايد في دايرة كفر الزيات. واعتقد ان احنا معانا فيديوهات هتشوف الشعبية كبيرة وطاغية في هذه الدايرة التي تضم اكثر من 70 قرية، وبالإضافة إلى مدينة كفر الزيات وبسيون، وهي مدن صناعية هامة وكبيرة، والمنافسة فيها صعبة جدا إنك تسيطر على أكثر من 70 قرية بتعداد سكان كبير بمساحات كبيرة بأنشطة صناعية وزراعية وتجارية كبيرة في هذا المركز أو المركزين اللي موجودين في هذه الدايرة في محافظة الغربية والدلتا. وبالتالي تحية طيبة لهذا الشاب المجتهد الذي عرف عنه فعل الخير، وأيضا ان هو بيقوم بخدمة الناس وبخدمة المواطنين، لدرجة ان هو عمل مقر في بيته لاستقبال المواطنين، وده من فترة كبيرة لان والده كان ايضا بيقوم بحل المشاكل وبحل النزاعات ما بين العائلات وفي قضايا كبيرة، وكان بينجح ان هو بيعمل صلح ما بين الاطراف المختلفة المتنازعة. وايضا مش كده وبس، راح المزرعة بتاعته ايضا وعمل مقر لاستقبال المواطنين واستقبال شكواهم ومساعدتهم في قضاء حاجاتهم، خاصة الضعفاء والغلابة من المواطنين الذين لا يستطيعوا الشكوى، وبيوصل صوتهم بصفته صحفي في المصري اليوم. وايضا هو بيعمل في قناة الـ MBC، ونجح ان هو يفرش ارضية كبيرة جدا لدرجة ان هو بقى المرشح رقم واحد في دايرة كفر الزيات بسيون. وحضراتكم احنا معانا فيديوهات او في تقرير موجود ممكن الاعداد يقدمه لحضراتكم. كلنا عارفين ان دور نائب البرلمان الرئيسي هو تشريع القوانين ومراقبة الحكومة، كمان من ضمن أدواره تقديم العمل الخدمي لأهل دايرته والسعي لتوفير مناخ جيد وتحقيق عيشة كريمة. يعني قبل ما تختار النائب اللي هتديله صوتك، لازم تتأكد إنه بيتوفر فيه بعض الشروط الأساسية. دائرة بسيون وكفر الزيات فيها 34 مرشح فردي ليهم كل الاحترام والتقدير، وكلهم بيتنافسوا على مقعدين فقط في البرلمان المقبل. يا ترى مين عنده مواصفات خاصة بتناسب المطلوب منه؟ ويا ترى ندي صوتنا لمين؟ انزل وشارك في اللي جاي، قول كلمتك، شيل أي فكرة جوه بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجة.
الكاتب الصحفي والإعلامي محمد فايد صاحب الشعبية الواسعة وأصغر المرشحين سناً، ينتمي لقرية سالحجر اللي بتعد أكبر كتلة تصويتية في بسيون. ليه بنقول لك ادي صوتك لمحمد فايد؟ علشان طول عمره في خدمة أهل بلده سواء في بسيون أو كفر الزيات أو المحافظة كلها، عشان هو المرشح الوحيد اللي عنده مكتب خدمات من قبل الانتخابات بخمس سنين وبيستقبل يومياً عشرات الطلبات. عشان خلال سنة واحدة جايب موافقات وتأشيرات لأكثر من 4000 مواطن من أهلنا في بسيون وكفر الزيات في مختلف الوزارات، وده من قبل ما يكون نائب أصلا. عشان وقت أزمة فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في توفير معدات وأجهزة للعلاج في المحافظة كلها وفي دايرته. كمان تمكن من إنهاء كافة إجراءات وحدة إسعاف نجريج اللي تبرع بيها النجم محمد صلاح ورصف كل شوارع سالحجر. أنشأ مجموعة من مراكز غسيل الكلى أبرزهم كان في قرية قرنشوت، ده غير وحدة علاج طبيعي بالإضافة لتجهيز أكبر وحدة حضانات أطفال في المحافظة كلها في بسيون. عشان محمد فايد هو أول من أطلق أبليكيشن خدمي في مصر يسهل على أهل دايرته ومحافظته كلها التواصل الدائم. صوتك فارق، انزل شارك، جيب وياك أهلك وجيرانك، بص لبلدك والمصلحتك، ده الصندوق معمول علشانك، قلمك لما هيختار اعرف ان ده واجبنا ده عليك، عمر ما وطنك هيكون احسن ولا يتقدم يوم غير بيه. كل اللي فات ده كافي انه يثبت نجاح محمد فايد في دوره الخدمي لاهل دايرته من قبل ما يكون نائب في البرلمان، بس يا ترى ده كفايه؟ محمد فايد كان ليه دور كبير أثناء إضراب سواقين التريلا وكمان أزمة خطف 120 سائق مصري في ليبيا، قدر يوصل صوتهم ويحل الأزمتين. كمان قدر يوقف فساد بعض الشركات اللي سببت إصابة أهلنا في كفر الزيات بالسرطان، وده من خلال حملة إعلامية مكبرة أسفرت عن إغلاق أكبر الشركات الملوثة للبيئة وتم إجبارهم على تقنين أوضاعهم. طبعاً كل اللي ذكرناه ده حاجات اتنفذت على أرض الواقع. طيب إيه اللي بيحلم بيه محمد فايد لأهل دايرته؟ وإيه أبرز النقاط في برنامجه الانتخابي؟ أول حاجة وعد بيها محمد فايد هي التبرع بكل مستحقاته من مجلس النواب لبسيون وكفر الزيات. أما أبرز الملفات المستقبلية، ملف الصحة ليه أولوية عند محمد فايد كبيرة جداً، وده ظهر من كل اللي قلناه قبل كده. وبعد الصحة يجي ملف التعليم والعمل على النهوض بالتعليم الفني وإنشاء مراكز للتدريب على الحرف، العمل على إنشاء مدارس تجريبية، المطالبة بمدرسة يابانية في بسيون، خلق موارد مالية لتطوير المنظومة التعليمية، العمل على إنشاء مدرسة للموهوبين رياضياً والنابغين علمياً حتى يتم تأهيلهم دون الحاجة إلى معاناة الأسرة بالذهاب للقاهرة لعرض أبنائهم، وتكون مهمتها التنسيق مع الجامعات العلمية والأندية الرياضية. أما بقى عن ملف الزراعة هنقول لكم أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي: العمل على مشروع قانون لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية طبقاً للأسعار العالمية، مطالبة الحكومة بإسقاط فوائد القروض بالكامل عن الفلاحين المتعثرين حتى نخفف عن كاهلهم أعباء الدين الثقيل ودفعهم نحو الإنتاج بنفس راضية، دعم الفلاح بالبذور الجيدة لزيادة المحاصيل، العمل على دعم الأسمدة لجميع الفلاحين ومتابعة وصولها إليهم عن طريق الجمعيات الزراعية. أما عن أزمة المواصلات
فلا أحد ينكر أن أزمة المواصلات باتت عبئاً ثقيلاً على كاهل الطلاب وأولياء الأمور وحتى الموظفين المترددين بين مدينة بسيون وطنطا وحتى القاهرة في بعض الأحيان، لكن بفضل الله سيكون هناك حل جذري لها من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الكبيرة لتوفير 100 ميكروباص تنهي الأزمة نهائياً وتتوفر المواصلات بسهولة. حصل فايد على موافقة من المحافظ الدكتور طارق رحمي على إنشاء موقف خاص بصالحجر يسهل الوصول إلى كافة الأنحاء داخل المحافظة وخارجها. لسه بعد كل ده مش عارف مين يستحق صوتك في الانتخابات؟ أكيد صوتك لازم يكون لمحمد فايد، صحفي وإعلامي وعضو عامل بالعديد من الأكاديميات ومنظمات المجتمع المدني والتطوير الحضري، وكمان عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج كاسل في طنطا. المشوار قدامك لسه يا مصر طويل، وإنك تتعب علشان بلدك أظن قليل، لازم تبقى إيجابي لأنك مصري أصيل، علشان عمري ما مصر بتنسى لحد جميل. رجعنا تاني لحضراتكم مع فقرتنا الهامة جدا التي تخص شريحة كبيرة من المجتمع، وهي هواة صيد الأسماك، وعندهم مشكلة دلوقتي هواة صيد الأسماك، وأيضا وخاصة الصيد بالصنارة. يعني الصيد بالصنارة معروف ده إن هو للهواة وليس للمحترفين في الصيد مثل الصيادين بالشبك أو بالمراكب، والناس دي عندهم جزء من وقتهم بيقضوه في رحلات ترفيهية للصيد، وساعات ما بيصطادوش وساعات ما بيجيبوش حاجة، لكن بيصرفوا حاجات وبيروحوا يقضوا وقت جميل في هواية الصيد. ومعنا أحد الهواة وأحد مؤسسين حملة منع الصيد، وهذه الحملة يعني حملة كبيرة يا منى. الحملة دي شايف ان هي بتضم شرائح هامة من المجتمع، وخصوصا ان هواة الصيد دول بيكون معظمهم شخصيات. هي مش بس هواية اسلام، هي مش بس هواية، هي كمان لقمة عيش لناس كتير وشريحة كبيرة قوي. فالصيد يعتبر هواية، يعتبر كمان لقمة عيش لناس كتير. فالنهارده هتكون موضوع حلقتنا بالكامل عن هواية الصيد وحملها. معانا مداخلة دلوقتي عشان فنانتنا الكبيرة وفاء عامر، النجمة الكبيرة، متضامنة مع حملة هواية الصيد في اسكندرية، وصرخة المسؤولون افتحوا البحر. اهلا بك يا نجمة. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير عليك يا فنانة جميلة وفاء عامر معانا، اهلا بيك يا حضرتك. اولا أنا عايزة أقول إن هواية الصيد دي مش هواية عادية، هواية بتروح عن النفس، فيها جزء كتير جدا ترفيهي للفرد والأسرة، بعيد خالص عن أي يعني عن أي حاجة. إحنا عايزين بس ننوه لأن الساحل الشمالي ومنهم اسكندرية الكورنيش تحديدا دي ركنة، وتسأل فيها المسؤولين بشهادة الناس الموجودين سواء مالية أو اسكندرية أو الغردقة أو البحر. كل المدن الساحلية أثبتوا أخيرا إنها زيرو كورونا، رقم واحد. مش معنى كده نتسينا وكده، لا، ده رقم واحد. أنت بتستنشق ملح وبتتعامل مع الملح، وهو الملح أساسا قاتل للبكتيريا والفيروسات. أيوه. ده رقم واحد. عشان بس ايه، انا مع تباعد المجتمعي وتباعد الفرد ما بين الافراد وبعضها. اعتقد ان الصيد الناس بتقعد بعيد عن بعضها طبيعي، والا المساله يعني الخيط بتاع الصنانير هيخش على بعضه، هيشتغل في بعض. بالظبط. ده جزء ترفيهي تعتبره الدوله انه جزء ترفيهي للناس علشان تروح عن نفسها. بلس ان الواحد لما بياكل من حاجه هو عاملها بايده او جايبها بايده، دي لها طعم تاني خالص. بالظبط كده، دي لها فلسفه حتى.
يعني احنا الاول لازم نشرح للناس احنا ده انا نفسي وامنيه حياتي على القناه دي وعلى القنوات التلفزيونيه يبقى عندنا برنامج مره في الشهر يعلم الناس ازاي الصوت. تمام. بمعنى برضه وبعدين هي لقمه عيش لناس كتير قوي. بالظبط كده، غير انها لقمه عيش لناس كتير، هي كمان بتعلم حاجات كتيره قوي قوي قوي. الواحد لما يعمل حاجه بايده وبياكل منها بايده بيبقى لها طعم مختلف عما تجيله على الجاهل. بالظبط. بتعلم الناس الصبر والصبر. وكمان الناس بيبقى عندهم الحاجه دي ترفيهيه اكتر من انهم بيصطادوا اسماك، لان بالظبط عارف احنا كل يوم ممكن نحط مثلا 4 سمكات صغيرين ما يجوش ربع كيلو. بس انا سامع ان حضرتك مش نجمه بس في السينما والتمثيل، انا سامع ان حضرتك نجمه كبيره في الصيد. بس انا هقول حضرتك على حاجه. اتفضلي. بص معلش يعني معلش الناس برضو يعني معلش لما انا كصياد او كبحب الصياد ابعد عن اني اضايق حد برضو يعني ما برضو ما جيش جنب بيتك وتحت بيتك وافرد واقعد وخاصه في مارينا انا مع أنا حضرتك طبعا بالموضوع ده مارينا احترام الخصوصيه. انا بشكر طبعا المسؤولين والقائمين على الساحل الشمالي بالكامل انهم ملتزمين الى لحين صدور قرار اخر. بشكر طبعا اداره اسكندريه الشواطئ، بس طبعا بتمنى ان يحصل فعلا المعجزه وتتفك المساله لان في ناس بتاكل كمان عيش من الحكايه. هو حضرتك طبعا يمكن حضرتك متعاطفه مع الناس اللي هي بتاكل عيش اكتر، لانه هو طبعًا. بيطلع يعني بيستغل وقته بيستثمره في انه هو يعني يطلع يمارس هذه الهوايه، وبتكون برضو في نفس الوقت بالاضافه مصدر. انها ترفيهيه مصدر. ايوه هي مش هوايه يعني بس هو مصدر عشان يدفع فلوس وعشان يعلم ولاده. انا اعرف صياد ابنه دكتور من المهنه دي. ايوه او من مهنه الصيد. ما هو بالاكد ان الصيد مش بس هوايه، الصيد كمان بيكون دخل. طب ايه اقتراحات حضرتك لحل الازمه؟ اقتراحاتي لحل الازمه يبقى في رسوم بسيطه على الصيادين ويبقى معاهم كارنيهات عشان ما يبقاش كل من ده بينزل البحر حاجه. اما بالنسبه للصيادين الجوال يبقوا موجودين على الشواطئ العاديين جدا، يعدي حد من تبع الدوله حاجه بسيطه جدا زي ما قلت الشتاء ان شاء الله تكون 10 جنيه يعني ان شاء الله صيادك يوصل للمسؤولين ما دام وافق. بس ده يكون خارج القرى السياحيه، لان القرى السياحيه لها خصوصيتها، وزي ما حضرتك قلت ان محدش يروح برضه يقعد يضايق حد قدام بيته او كذا. ما يبقاش كمان ما يبقاش حد يجي من بره، ما يبقاش حد شاري بيت وحاطط فيه دم قلبه وعشره عمره فيه وذكرياته وفجاه يتقلب لمكان كل اللي حواليه كل اي حد يجي يقعد. بالظبط بالظبط. احترام الخصوصيه برضه حرام يعني. احترام الخصوصيه يا فندم، احنا بناكد على ذلك. بالظبط احترام الخصوصيه. تمام يا فندم. احنا بنشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي، وان شاء الله يكون صوتك وصل للمسؤولين. ان شاء الله يسعدنا تشريف حضرتك لنا دايما. انها عملت مزارع للثروه السمكيه عشان تنمي الثروه السمكيه عشان تساهم ايضا في ان يعني سد الفجوه بسعر ارخص. سد الفجوه والسعر ينزل. يبقى الاقتصاد يروح للمزارع السمكيه تحت الدعم. منه بيمارس الهوايه ومنه بيدفع ثمن اقل بكتير قوي من انه يشتري من بره. تمام. خصوصا ان السمك كمان السمك فيه فوائد كتيره بالنسبه للصحه وخاصه السمك الطازج. طبعا. احنا بنشكر حضرتك جدا يا مدام وفاء، وان شاء الله سعدنا بحضرتك وبنشكرك جدا، ويا ريت صوت حضرتك طبعا صوت حضرتك واصل اكيد لكافه المسؤولين، وشكرا لدعم حضرتك. ان شاء الله المره اللي جايه تكون ضيفتنا في 50 دقيقه. ان شاء الله دي تشرفنا. ان شاء الله تكون ضيفتنا ان شاء الله في 50 دقيقه، واحنا بنشكر حضرتك جدا الفنانة والنجمة وفاء عامر، ونستكمل باقي وقت حضراتنا معاكم باقي الحلقة مع ضيف هام جدا وهو الأستاذ فراز فتحي، وهو أحد الهواة وأحد المشاركين في الحملة، وعايزين يعني نفهم إيه المشكلة يعني حضرتك عرض لنا إيه المشكلة؟ حضرتك المشكلة في الوقت اللي مفيش مكان قادرين نصطاد فيه خالص. يعني ايه؟ يعني هتيجي تمسكها كده من اول اسكندريه ابو قير لحد خط الساحل، من ابو قير لحد هنقول لحد القلعه، كل دي كافيتريات على البحر.
مفيش اماكن مانعين خالص حد ينزل يصطاد باي حق. انت كمستاجر مستاجر بقانون حق الانتفاع، أيوه. كافيتريات كلها باي حق تمنع المواطن اللي قدامك انه يخشش، ما يخشش الشاطئ، يدخل الشاطئ ويصطاد باي حق، أيوه. باي سلطه، باي سلطه تخلي الامن بتاعك يطردوا الناس بره. طب المشكله دي بقى لها قد ايه؟ المشكله دي بقى لها فتره كبيره، المشكله دي مش من النهارده، احنا صوتنا اتنبح، في ناس اكتر مني صوتها اتنبح. طب الحمله دي امتى بالظبط؟ الحمله دي بقى لها اكتر من سنتين ثلاثه، الموضوع كبير، محدش سمع صوتكم خالص، محدش عمل اي حاجه. انتوا عملتوا شكوى للمسؤولين او تقدمتوا ببلاغات او ان انتوا عملتوا محاضر ضد الناس اللي هي بتعتبروهم ان هم مستاجرين لوقت معين للشط؟ يعني انا شايف ان انتوا ساعات بتصطادوا بالليل، مفيش حد بالليل بينزل ميه، طب بيمنعوكوا ليه؟ هو القصه اللي هم مانعين الناس اللي هم ينزلوا على المكان اللي هم فيه الكافيتريات. الموضوع، طب سيبني اكمل كلامي طيب للاخر. اتفضل اتفضل. انت جيت هنا لحد بحري، تمام، هتيجي تمسك جنب الساحل كلها كره، لازم عشان تخش تكون مالك. لا بالظبط. طب الهاوي او الراجل اللي بياكل عيش هيقف يصطاد فيه؟ طيب المواني اتقفلت كلها، المواني دي اتقفلت ليه؟ الصياد ده ما بيعملش حاجه، الصياد ده كان بيحمي الناس لما كان بيحصل تهريب، لما كان بيحصل هجره غير شرعيه، الصياد ده اللي كان بيبلغ الامن بره ان في حاجه بتحصل في المواني. يعني الموضوع ده من قبل كورونا؟ ايوه طبعا من قبل كورونا بكتير. يعني مش بسبب كورونا. ايه سبب قفل المينا؟ انا نفسي المسؤول اللي قفل المينا يقول لي ايه سبب قفل المينا. طب انتوا معاكم رخصه مزاوله مينا؟ كلنا، ايوه طبعا معانا، في تصاريح للمينا، في تصاريح عاملينها، في تصاريح شهريه كل 6 شهور، وفي تصاريح اسبوعيه بتتعمل. بتاخدوا تصاريح من حرس الحدود؟ عاملين تصاريح حرس حدود. طيب نقطه ثانيه، معلش انا اسف برضه، في اماكن بين القرى الناس مفتوحه للناس انها ممكن تصطاد فيها. انا لو واقف ماسك بوصه، عسكري حرس الحدود هيجي لي يقول لي تصريحك، هقول له اتفضل شكرا. انا لو قفلت البوصه مش هيقول لي انت بتعمل ايه. لو انا في الميه وفي تجمعات، التجمعات ديت ممكن يحصل عن طريقه تهريب ويتدارى وسطيهم ولا حد هيشوفه. الصياد مش هيسيب الكلام ده يحصل. أيوة. لو حد واقف بوصه يصطاد، الصياد مش هيسيب الكلام ده. يعني الصياد النهارده بيساعد الجهات الامنيه في احكام طبعا ده من سنين، خاصة ان انتوا بتبقوا موجودين في اوقات الليل، فانتوا طبعا بتبقوا مسؤولين عن الجزء برضو اللي انتوا واقفين فيه، لان انتوا واخدين تصاريح من حرس الحدود ومن الجهات الامنية. فلما بتشوف حاجة غلط بتبلغ، لو شفت اي حاجة ممكن برضو انت هتتعاص فيها او انت هتيجي اسمك فيها، فبتبلغ الجهات الامنية والجهات المعنية. طيب هو حضرتك يعني شايف ان ليه هم اصدروا هذه القرارات؟ حضرتك بتقول لي بتوع كافيتريات، بتوع كافيتريات ليسوا مسؤولين وليسوا موظفين، فاذا الموضوع فيه امر نوع من انواع تقصد البلطجه مثلا. مش هقدر اقول بلطجه، ده حق من حقهم، بس هو حق من ده حق من حقهم ان هم مأجرين هنا، فبالتالي ده حقهم ان هم يأجر، بس ملوش ان هو يمنع دخول البحر. يعني البحر ده ملكيه عامه، مش بس ملكيه، هو برضه بيعتبر ان هو من وجهه نظره بيعتبره ده الفيو بتاعه، وجهه نظره هو، وجهة مش نظره القانون بتاعنا. بس هو طب يعني انتوا بتضايقوا الناس اللي ماشيين بوجهه نظره ولا ماشيين بقانوننا؟ لا انا بتكلم، خلينا يعني ايه، خلينا مع ده ومع ده ونعرف الحل الوسط، لكن بلاش يعني هو من وجهه نظره ان هو شايف ده الفيو بتاع الكافيه بتاعه. تمام، انت وجهه نظرك ان انت شايف ان ده حق من حقك. هو الصياد هيزي؟ طب يعني الصياد اللي ماسك بوصه هيزي؟ اعمل لي تصريح. ما هو مش هيبقى صياد واحد، ما هو لو سمح لواحد هيبقى واحد واثنين وثلاثه. اعمل لي تصريح. تمام، الغلابه دي تصطاد منين؟ الناس دي في ناس فاتحه بيوتها. احنا بنتكلم في النقطه دي، مدام وفاء اتكلمت قالت في ناس فاتحه بيوتها من في ناس فاتحه بيوتها بالظبط كده. طيب الناس دي تاكل منين؟ من الصيد. فمفترض ان احنا نبص لها كمان من الجانب ان هو مش بس هوايه، هو كمان لقمه عيش لناس كتيره قوي ومصدر دخل تاني لناس ثانيه. يعني انا كموظف انا بنزل اصطاد في يوم اجازتي عشان اوفر دخل تاني، عشان اجيب سمكه او سمكتين للبيت اجيبهم، ممكن ما اقدرش ادفع ثمنهم واشتريهم. ايوه طب هي هوايه حضرتك. طب احنا عايزين نفهم السبب برضو، من يعني لو في اتصال من احد المسؤولين فريق الاعداد او بمحافظ اسكندريه او باي حد من الجهات اللي هي بتقوم بمنع هواه الصيد من الصيد، لان طبعا مش كل الساحل كافيتريات وكل الساحل قرى سياحيه، في اماكن اخرى ما فيهاش كافيتريات ولا قرى سياحيه. فحضراتكم الموضوع ده احنا لابد ان هو برضو يكون في طرف اللي هو الغائب وهو احد المسؤولين يجاوبنا. طب ايه الحل من وجهة نظرك للمشكلة دي؟ اعمل فيه شو تشبيه، اعمل اي ورق انت عايز نعمله هعمله. احنا بنتعب بنجري نعمل تصريح طيب مخابرات، تصريح حرس حدود، في شو تشبيه بنعمله. ايوه اعمل لي، خد الورق اللي انت عايزه كله. استاذن حضرتك، معانا مداخلة من كفر الشيخ.
مش بس الموضوع في اسكندرية، من الأستاذ محمد رشدي أعتقد من كفر أيوة الشيخ. عليكم السلام، أهلا بك يا أستاذ محمد. الله. ايوه يا فندم والله انا متضامن مع الصيادين والله يا فندم. الصيادين دول اغلى من الولد والله يا فندم، اغلى من الولد، بس ما حدش حاسس بيهم ولا حد بيدور عليهم هنا في الدوله. هنا هو في الدوله هنا حوالي يعني 10 ما يجلش عن 10 مليون صياد. 10 مليون صياد في 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 الجمهوريه كلها 10 مليون صياد؟ انتوا لكم نقابه او حاجه زي كده؟ ملناش نقابه. اه في نقابه، اه بس هم ازيد من 10 مليون. ما يعني بقول لحضرتك ما يقلش عن 10 مليون. طب ايه مشكلتكم؟ ايه مشكلتكم؟ احنا بنوصل صوتكم للمسؤولين، ايه مشكلتكم؟ مشكلتنا ان بتوع الثروه السمكيه كلها اتحطوا في السجن، ان اتحطوا في السجن يبقى الفساد خلص على كده. بالظبط. انما طول ما الثروه السمكيه ماسكه البحيرات والبحر وماسكه الصيادين، بتشرف على الصيادين، طول ما فيش حياه تتقدم لقدام خالص. ليه؟ ايه السبب حضرتك؟ ايه السبب؟ السبب ان الثروه السمكيه يا فندم بتشرف على البحيرات والبحر. طب ما ده امر طبيعي، ما ده شغلهم. انتوا بتصطادوا ذريعه مثلا بتضر الثروه السمكيه؟ عندهم فساد يا فندم. ايوه في ذريعه يا سيدي. طب ما فيش اماكن، ما فيش اماكن محدده انت بتقدر تصطاد فيها؟ والله انا بصطاد في حته البرولس. انت بتصطاد بصناره ولا بمركب يا فندم؟ في السلطه. ايوه ايوه. طب بتصطاد ازاي؟ التحويط خلصت، التحويط رجعت تاني. بصراحه يعني انا ببعت نداء لمحافظ كفر الشيخ السيد نور الدين، والله يعني يا ريت يخلي باله من البحيره ويخلي تحت نظره البحيره. استاذ محمد، استاذ محمد، استاذ محمد، أيوة حضرتك بطلع. بتصطاد بصناره ولا بتصطاد ازاي؟ انا بصطاد بايه؟ ايوه بصناره ولا بشبك؟ مركب؟ بصناره يا فندم، بس بصناره ايه بس؟ بيشتغلوا بشبك، شبك يا فندم. وفي بلطجية ياما في البحيره. طب بالنسبه لحضرتك دي هوايه ولا لقمه عيش؟ لا طبعا شبكة اكيد لقمه عيش. هو المشكله كلها على الهوايه، على في ناس، ايوه في ناس بتصطاد هوايه كده، هي المشكله بتاعتهم دي. المشكله عشان خاطر بتوع الهوايه بتوع الصناره والكلام ده، ولا المشكله بتاع الراجل اللي عنده عيال وعايز يوكلهم مالوش شغلانه اللي هو الصياد زي. طب اتفضل وجه رساله ان هي لقمه عيش، ويعني وجه رساله لحد مسؤول. جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ان يخلوا بالهم من بحيره البرولس. اما الصيادين، مشكله الصيادين كلها على عموما في الجمهوريه، ان وضع لهم حال. الصياد النهارده يا فندم بيمرض زي اي واحد بيمرض. اكيد الصياد النهارده بيمرض ما بيلاقيش ياكل. اكيد مش اي واحد بيمرض برضه معرض للمرض لا قدر الله والكلام ده. اكيد. وكمان احنا محتاجين الاسماك كمان لانها مصدر هام للبروتين، وايضا فيها فوائد كثيره وبتقوي المناعه. الحكايه مش حكايه بروتين، الحكايه حكايتك العيش الاول يا فندم. احنا بنتناول الموضوع من كل الجوانب ان شاء الله. الموضوع يا فندم ان الثروه السمكيه طول كلهم حراميه. لا لا، احنا حضرتك بنتحفظ على الفاظك دي. يعني برضه احنا بنعرض المشكله، بنعرض المشكله، احنا بنعرض المشكله بدايه على مسؤوليتك وحضرتك. لا وحد معلش، بلاش حضرتك تلقي بالاتهامات جزافا. حضرتك اعرض المشكله، احنا برضه مش عارفين السبب الرئيسي. المشكله في ايه دون ان انت تتهم حد؟ يعني حضرتك مثلا عندك مشكله مع مسؤول او مع كذا، لان اكيد الموضوع ليه سبب. فاحنا برضه لسه مش عارفين السبب، فاحنا هنعرض المشكله وهنتواصل ان شاء الله مع حد مسؤول وهنعرف منه السبب الرئيسي لمنع السيد. على العموم بنشكر حضرتك، نشكر حضرتك جدا الاستاذ محمد. الاستاذ محمد اتكلم في نقطه بس صغيره، نقطه صيد الذريعه. دي مافيا. دي مافيا تانية خالص، ده موضوع تاني خالص، عايز حلقه تانية. مافيا صيد الذريعه في البرولوس ده موضوع تاني خالص. احنا عارفين ان ده موضوع فعلاً كبير، وموضوع يعني الوقت وعايز عده حلقات. عايز وقت تاني بالظبط، لانه متشعب وبيمس شرايح كبيره في المجتمع. وموضوع صيد الذريعه وصيد الذريعه وكلام من ده برضو المفروض الدوله بتتدخل، محدش يزعل. بس احنا بنتكلمش على الصيد بالشبك، احنا بنتكلم على هواه الصيد بالصناره. يعني الراجل اللي بيصطاد بالصناره ده، وبدل ما يقعد على كافيه او على قهوه ويشرب شيشه، او ان هو يقعد يجيب سير ده او سير ده، فالراجل بيروح في حته على البحر واخد معاه طعوم وكلام ده، ممكن ما يطلعش حاجه، بس هو عنده هوايه. الهوايه دي بتصل لدرجه انها بتكون زي الادمان بالظبط، ما يقدرش يستغنى عنها. وبالتالي ان هو لما بيتم منعه بيحصل له يعني رد فعل عكسي، وبيحصل له كبت، وبيحصل له احباطات،
وبيبدا ان هو نفسيا ما بيكونش متظبط وما بيكونش كويس. فاحنا عايزين حضرتك دلوقتي تعرض المشكله ايه بالظبط بالنسبه للهواه. الموضوع كله زي ما قلت لحضرتك، الاماكن المسموح للصيد بيها، اديني اماكن اصطاد فيها، اعدي في مكان، خد تصريحك، خد اعمل فيشو تشبيه، هعمل لك كل ورقك. الموضوع لو هيوصل ل 500 جنيه هدفع. المواني بتاعتنا لما اتقفلت، انا بعمل تصريحي وماشي كويس جدا، انت ليه تقفل المينا؟ استفدت ايه؟ الصياد ده عمل ايه؟ هات لي مشكله او محضر واحد بس من صياد، مشكله او محضر واحد صياد عملها، مفيش. المينا اتقفلت علينا من غير اي سبب، كان مصدر رزق ناس كتير. طب انا هاوي، في غيري فاتح بيته وفاتح بيته اتنين وتلاته من ورا الصيد، هياكل منين؟ الناس دي هتعيش ازاي؟ المينا مقفوله بقالها داخله ايه على 8 شهور مثلا تقريبا. طب ايه الاماكن المسموح فيها حاليا؟ مفيش اماكن مسموح بيها. مفيش اماكن خالص؟ مفيش اماكن مسموح بيها للصيد، لازم يكون في واسطه عشان اصطاد. من الاخر الصيد النهارده عندنا في اسكندريه واسطه، معاكي واسطه هتصطادي بس، غير كده مفيش صيد، غير كده انا طالع مفيش. حضرتك طلعت ماشي على البحر في اسكندريه؟ ايوه بس البحر اتقفل كله كافيتيريا. الصيد ده طبعا للبسيط وللغني، فهي مش موضوع واسطه. الصيد ده هوايه الملوك يعني، وكمان اتقال عليها كمان هوايه العظماء. بالظبط. ليه سموها هوايه العظماء؟ فهمنا. احنا طبعا بنسمع ان عشان كل المستويات بتصطاد، كل المستويات بتصطاد. الصيد ده هتلاقي الغلبان اللي ماسك بوصه وجايب ب 2 جنيه شويه جمبري بلغوت وقاعد بفله وقاعد مستني رزقه. برضه للي طالع رحلات للغردقه وشرم اعلى مستوى، هي كذا مستوى. الصيد ده مستويات، الصيد مش مستوى واحد، بالبوصه برضه. طب مين حببك في الصيد؟ انا من وانا صغير والدي كان بيصطاد. والد حضرتك؟ فالموضوع كان بالزبط. من زمان. جدا. تمام. النقطه الثانيه برضه عايز اتكلم فيها. اتفضل. معلش انا اسف لو هطول. لا لا لا، براحتك. موضوع قفل البحر. الموضوع ده بقى كبير جدا جدا جدا. في مراكب عندنا نزهه ومراكب بتطلع بالغزوله، اقفل البحر على ناس وناس، ما تقفلش البحر على اللي طالع يتسلى بالصنار. شوف الشبك اللي فتحاته ضيقه اللي مش بيعدي الزريعه وافتح وحكمه. الناس اللي طالعه بالصناره دي تقفل البحر عليها ليه؟ الناس اللي قعدت في العيد اللي فات 45 يوم، من 40 ل 45 يوم مفيش جنيه في بيتها دخل، الناس دي هتاكل وتشرب منين؟ انت متخيل 40 او 45 يوم مفيش جنيه داخل بيتك؟ مش انت اقل اسره اربع افراد، اقل اسره، انت هتصرف على بيتك منين؟ في مدارس، في عيد، في مصاريف، مصاريف العاديه، كهرباء، ميه، غاز، الناس دي هتعمل ايه؟ احنا عرضنا المشكله ويعني مستنيين اتصال من حد مسؤول يقول لنا ايه السبب اللي مخلي الصيد ممنوع. قنن لي موضوع الصيد. ما حضرتك بتقول معاك رخصه مزاولة مهنه ومعاك تصريح من حرس الحدود ومن الجهات الامنيه وبرضه بيمنعك، ومع ذلك بيمنعك. يعني احنا حضرتك اللي بتقوله ده الكلام على مسؤوليتك يعني. ايوه طبعا. هل في اسباب معلنه للمنع، او انتوا مثلا بيقول لكم ايه السبب من منعكم من ممارسه هذه الهوايه؟ طيب احنا هنتكلم في نقطه نقطه. اسباب المنع في المينا انا لحد دلوقتي ما اعرفهاش، انا شخصيا ما اعرفش ايه سبب منع قفل المينا. تمام. احنا اتكلمنا في نقطه الكافيتريات ودي خلصناها. اسباب البحر طبعا في حاجات اسباب امنيه اللي هو بيقفلوا فيها البحر، بتبقى زي منورات في الميه، زي النجم الساطع، زي الكلام اللي كنا بنسمعه. طيب غير بقى ما اعرفش. نوات، غير كده نوات. اسباب تانيه ما فيش. في خطوره على بالظبط يعني، بس في الخطوره، بس في الخطوره، في الخطوره. لا، في نقطه تانيه بقى، نقطة الزيارات. لما يجي حد مهم يزور اسكندرية ماله مال البحر؟ ما ده سائل مين؟ ما حضرتك يعني حد ممكن يندس يعني. أيوه. ما ده ما ماشي، مش كل يوم بيزور. انتوا بتقولوا المشكلة دي بقالها سنتين قافلين عليكم عشان زيارة عندنا في مكان ما. يعني كل يوم في زيارة؟ آخر مرة زيارة؟ مش كل يوم زيارة. طب ما هي في كفر الشيخ برضو، مش في اسكندرية بس. في كفر الشيخ موضوعهم مختلف. ايه بقى موضوعهم؟ في كفر الشيخ بيتقفل بسبب مشاكل تانية بتحصل، بسبب الزريعة وسبب الكلام دوت. فاهمني؟ بيبقى في نقطة بس عايز اكلمها لحضرتك. انا بتكلم على المينا، مش بتكلم دلوقتي على قفل البحر. أيوة. المينا مقفولة ليه؟ دي مينا تجاري مش مينا حربي. أيوة. يعني راس التين لما اتقفلت دي مينا حربي. مفيش مشاكل لما تتقفل. لكن مينا التجاري، مينا اسكندريه ومينا الدخيله دي مينا تجاري. مينا مدنيين. ليه اتقفلت بالظبط؟ ليه اتقفلت؟ ايه السبب؟ الاجابه مش معروفه لحد دلوقتي، محدش عارف ايه السبب. انا واحد من ضمن الناس يعني. انا اقل واحد من ضمن ناس كتير قوي اكبر مني واحسن مني واكتر مني كانوا عاملين حمله اسمها متضرر من منع الصيد. الحمله دي هل جابت نتيجه؟ محدش عمل لنا حاجه، محدش اتصرف واتدخل من المسؤولين انه يحل لنا المشكله دي.
يعني العظماء اللي هم بيصطادوا الهواة اللي بيصطادوا بصنارة دول، يعني مثلا بيجيبوا وسايطه وبيمارسوا المهنة وفي الآخر جاء الموضوع ده على الناس الغلابة اللي هي بتاكل عيش بالصنارة وكذا؟ بص اتفضل. الست دلوقتي بقى أكتر في الأماكن الممنوعة، أو هي الأماكن كلها بقت ممنوعة. تمام؟ معاك واسطة مصاحب حد من جوه هتخش. ده الطبيعي. حضرتك لسه بتقول مدام وفاء عامر بتتكلم في الصيد عن اللي في مارينا. انا مثلا صحابي كتير ملاك جوه فبخش. طب اللي معهوش صاحب جوه هيخش ما هي مارينا دي حاله خاصه لان مارينا قريه بعيده عن اي قريه ولا اسوار ولا هي كده بقت وسط. هي كده بقت معارف. لا مش وسط بالنسبه لمارينا. هي مارينا بالنسبه لمارينا يا فندم. انا اقول لحضرتك مارينا قريه خاصه، البيوت على الميه، مش معقوله حضرتك بتبقى قاعد وفي صيادين وبيقولوا الفاظ وبيقولوا. لا 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 يعني لا لا معلش انت سعادتك يعني ممكن تكون ملتزم وفي غيرك مش ملتزم. اكيد اكيد اكيد. لكن احنا استبعد مارينا كحاله خاصه. انا اتكلمت عن مارينا. انا بتكلم على الشواطئ الثانيه. انا بتكلم عامه. انا اتكلمت عن مارينا ده موضوع ثاني. تمام. انا بتكلم على البحر. وهل هل الصيد ممنوع برضو في البحر الاحمر يعني مش البحر المتوسط؟ اوقات عندك خبر يعني الكلام ده بيمنعوه. طيب فين مسابقات الصيد صيد الاسماك راحت فين؟ مسابقات صيد الاسماك في اسكندريه ما بقتش موجوده. إيه اخر سبب؟ مره الله اعلم اخر مره اتعملت مسابقه كان السيد محافظ مطروح جزاه الله كل خير عمل مسابقه لاهل مطروح عن الصيد وكان جميله ولمم اهل مطروح الصيادين بلد صغيره مطروح. أيوة مش كده. أيوة. تعال اعمل لنا مسابقه زيها. بيحصل بس ما بقتش تحصل زي الاول. كان بيحصل المسابقات دي. المسابقات دي كمان تنشيط سياحه بالظبط. ايوه ترفيهيه يعني. ما بقاش يحصل الكلام ده. ما فيش اماكن الصيد بقت محدوده جدا. اه العدد ده كله هيقف فين؟ معانا مداخله بعد اذن حضرتك من الاستاذ هاني سعيد من اسكندريه عايز يشارك. رامي سعيد عايز يشارك معانا في هذه الحمله. اهلا بيك يا استاذ رامي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ رامي. انا مبسوط جدا ان حضراتكم واخد بالكم. كنت خدتوا الموضوع كده بجديه وسمعتوا صوتنا في اسكندريه. وعايز ارحب الاستاذ فراس ما شاء الله عليه معروف في اسكندريه عندنا. حضرتك من اسكندريه؟ اهلا اهلا من اسكندريه. طيب قول لنا المشكله بقى يعني قول لنا انت بتواجه ايه دلوقتي. والله الاستاذ فراس يعني شرح المشكله بالنسبه لنا كلنا ان احنا مش عارفين نصطاد اصلا في على البحر نهائي. تمام. بسبب الكافتريات وبسبب القرى السياحيه في الساحل الشمالي مفيش اي مكان مفتوح خالص للصيد. لا في اماكن وده بقول لك انت بس بناخدها سرقه مثلا يا اما تنزلي مثلا في وقت الليل متاخر خالص فرق تصطادي يا اما ساعه الفجريه خالص. يعني مثلا عايز اخد اسرتي وانزل واخد بالك انت مثلا اقعد معاهم نتسلى شويه دلوقتي مثلا عندك المدينه دلوقتي بقت سعرها تصطاد وكلنا بنحب اللي بيحب مهنه الصيد جدا. استاذ رامي هو حضرتك هاوي ولا لقمه عيش بالنسبه لك؟ لا انا هاوي يا فندم. هي زي ما الاستاذ برضو قال ان هي ايه تعتبر ادمان بالنسبه لنا. أيوة. ادمان. واصله لدرجه ادمان. ما نقدرش يعني احنا اسكندرانيه ما نقدرش خد بالك نستغنى عن البوصه ما نقدرش نستغنى عن الحته بتاعتنا دي حاجه بالنسبه لنا شيء اساسي في حياتنا دلوقتي في اسكندريه. طب ايه السبب في منعكم يعني مين مستفيد من هذه القصه؟ ما دي بقى اللي احنا مش عارفين. والله احنا ممنوعين ليه من الصيد احنا مش عارفين بصراحه. يعني قلنا مفيش خطر كورونا والتجمعات نقوله ماشي تمام مفيش مشكله مع ان الهواء الطلق ده بالنسبه لنا خد بالك انت يمنع عندنا كورونا اصلا. الهواء زي ما قالت النجمه وفاء عامر في ملح فعلا بيبقى مطهر ليه وبيقتل جميع الجراثيم والفيروسات. بالظبط. طيب ايه لما تلاقي مثلا احنا خد بالك انت مغلقين يا اما هنقعد في البيت ونتخرب خد بالك يا اما نفرغ عن نفسنا شويه ونطلع ونصطاد. طيب يعني لا بتتخنوش يعني لا ما هو انتوا دلوقتي بتطلعوا كرحلات ترفيهيه زي ما حضرتك قلت بتطلع باسرتك وكذا. لا ما مش لا ايوه لا ده يعني انا مثلا قريب من البحر ساكن جنب البحر. أيوة. قدام البحر وانا راجل يعتبر مدمن صيد. تمام. ليه ما اخدش بدل ما انا قاعد في البيت ما اخدش مقابله انت على البحر في الهواء الطلق ونقعدوا مع بعضنا ونصطادوا ونتسلى يعني عادي ما فيهاش حاجه. طب احكي لنا مثلا اخر مره رحت تصطاد واتمنعت من الصيد وكان في انهي منطقه؟ انا كنت بالظبط كده في العجمي. اه وجم غفر السواحل قام جايين ماشيين. بس ممنوع الصيد ممنوع مش عارف ايه كده. بس غفر السواحل ممكن يكون عندهم اسباب اخرى في هذه لا الظروف. لا مفيش اسباب يا بابا احنا بنعمل ايه؟ انا واحد واقف بقول كده طب هنسمع الضيف اللي معانا استاذ رامي. هنسمع الضيف.
هو ليه ممنوع الصيد وليه لو انا واقف انا ومراتي وعيالي من غير صيد مش ممنوع؟ النقطه دي انا عايز اعرف ليه. يعني انا لو نزلت الميه انا ومراتي وعيالي محدش هيقول لي ممنوع. البوصه ليه ممنوعه؟ على الرغم ان انتوا بتصطادوا في البحر الابيض المتوسط وحوض البحر الابيض المتوسط مطل عليه دول كثيره من اوروبا ومن شمال افريقيا. دي حاجه خد بالك، بحس البحر ده بتاعنا المفروض يعني مش بتاع حد معين. يعني انا قصدي ان البحر مفتوح كله بيصطاد فيه، يعني مش الموضوع ان انت بتاخد قرار ان انت تحافظ على ثروه سمكيه، ممكن الموضوع لا يكون فيه اسباب اخرى. يعني ما اسباب اخرى ايه يا فندم؟ طيب ما يفيد ما حضرتك اللي توضح. لما بتسال لما بتسال انا لما اجي اصطاد يمشوني ليه؟ يعني حضرتك طول ما انت واقف على الميه ما فيدكش صناره سايبينك؟ لا 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 سايبيني عادي، ما كل ما اجي اصطاد خد بالك خد بالك انت ماشيين. طب لما تسال ممنوع ليه؟ الرد بيكون ممنوع ايه؟ الصيد هنا. ما احنا مش عارفين السبب بصراحه ربنا يا فندم. مفيش رد على السؤال ده؟ طب بتوع الكافيتريات بتوع في نقطه ثانيه انا عايز اتكلم فيها برضه معلش. اتفضل اتفضل. بالنسبه للناس اللي مثلا ايه؟ يعني برضه حكايه قفل البحر دي بتضرر ناس كتير، واغلبيه خد بالك انت الناس اللي عندنا في اسكندريه اغلبيتهم صيادين على المراكب. لما بيتقفل لهم البحر 40 و50 يوم برضه هم هيسافروا منين زي ما الاستاذ فراس قال. تمام. في بقى بنفس النقطه خد بالك انت الشبك الضيق جدا اللي بياخد الزريعه اللي بيصطاد على قرب الشاطئ ده برضه ممنوع، عايزين برضه المحافظه تاخد باله منه عشان الثروه السمكيه اللي احنا خد بالك عايشين عليها ما تضيعش مننا. هو صوتك وصل يا استاذ رامي، وبنشكر حضرتك جدا على المداخله. نشكر حضرتك يا استاذ رامي ان شاء الله وعلى المداخله الجميله. وان شاء الله حد من المسؤولين. نستكمل حديثنا مع الضيف الاستاذ فراس فتحي. زي ما قال الاستاذ رامي الموضوع فعلا احنا تعبنا، احنا الموضوع الصيد ده ادمان. انت لو مسكت بوصه حضرتك اصطدت قبل كده؟ هو بالنسبه لي انا ما اصطدتش قبل كده وبصراحه هوايه يعني. طب كلمه اخيره توجهها حضرتك او ايه الحلول؟ يعني اول حاجه قول لنا الحل في صوره اوكي في صوره الحلول اللي انت شايفها للمحافظ المنطقه اللي انت فيها والوزير الشباب والرياضه ولكل المختصين بهذا الامر والمعنيين، ايه الرساله اللي توصلها للناس او اللي انت عايز توجهها له؟ الرساله اللي عايز اوصلها اول حاجه افتحوا المينا. كتير قوي كده افتحوا المينا، في ناس بتموت، في ناس ما عندهاش شغله تانية غير الصيد، في ناس اكل عيشها الصيد، السمك بينزل معاه 20 30 جنيه بيجيب له فله وصناره وشويه شعر ويصطاد عشان يجيب له 50 جنيه 70 جنيه سمكتين يبيعهم عشان ياكل عياله. وفي بيرجع كمان بالسمك، وفي بيرجع من غير صيد اصلا يعني. لا في بيطلع يرجع يعني بيطلع يصطاد عشان يرجع عشان بالسمك لعياله بالظبط من غير ما يبيعه. دي حاجه. قنن لي الوضع، اعمل تصاريح، اعمل خليني في شو اللي عايز تدخله اللي انت شايف اللي هو لا يصلح ان هو يدخل ما تدخلوش. انت شايف ان ده مثلا بلطجي ما تدخلوش. الفيش والتشبيه مبين كل ده. انت موافق على كل الاجراءات اللي هم ياخدوها، لكن اهم حاجه خد اجراءاتك زي ما انت عايز. خليني خد مني الرسوم اللي انت عايزها. الضمانات ايوه بالظبط. لكن اي ضمان انت عايزه بس دخلني اصطاد. خليني افرغ هوايتي. خليني اشبع هوايتي اللي انا اصطاد. متعه تطليع السمكه ده قصه ثانيه خالص. لكن منع الصيد بالنسبه لك يعني زي منع الهواء. بالظبط. ده نفس بنتنفسه. الصيد ده حياه ثانيه خالص. انا بقعد قدام البوصه وقدام البحر انا بلاقي نفسي. سواء خدت سمك او ما خدتش مش الهدف السمك. لا لا طيب احنا ده انا كهاوي ما بالك بقى الاكل عيش والسمك. بالظبط ان لقمه عيش هو السمك وده ورزق اولاده. في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك وان شاء الله نستكمل هذا الموضوع الهام جدا في حلقات ثانيه كتير في الحلقات القادمه نظرا لاهميته بالنسبه للهواه والجانب الترفيهي بالنسبه للناس وايضا بالنسبه للناس العيش. اللي هي بتاكل العيش طبعا زي ما زميلتي منى وضحت. واستنونا يوم الجمعه اللي جايه الساعه 4 ولم نستطيع ادخال هذه كل المداخلات كم كبير جدا من جميع المحافظات ووقت الحلقه داهمنا بالانتهاء وانا بشكر حضراتكم. كمان ان انا انهي الحلقه واشوفكم ان شاء الله الجمعه اللي جايه الساعه 4:50 دقيقه موضوعات كتير ان شاء الله الحلقه اللي جايه. بنشكر حضراتكم والى اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.